مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي الحالمة. في هذا البرنامج نسلط الضوء على اهم القضايا والمواضيع التي تهم المواطن في تعز، ونبحث عن اسهامات الجهات المعنية في وضع المعالجات والتدخلات المناسبة. نفتح لكم صفحة جديدة من كنوز عدينا لنتعرف معا على قيمتها واهميتها، كما سنتوقف واياكم على قصص لاصحابها السابق، وهذه المرة في مشاريع سنابل الخير، فأهلا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة حضور قوي للمرأة في أول معرض تسويقي نسوي بتعز، مسجد ومدرسة الأشرفية، صرح ديني وتنويري يختزل فنون العمارة الإسلامية، عصام الفقيه قصة شاب يكابد ليروي الظمأ في تعز. بكم من جديد، وكما هي العادة نبدأ حلقتنا باستعراض سريع لأهم الفعاليات التي شهدتها تعز خلال أسبوع. أقامت السلطة المحلية بتعز حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بالعيد الوطني 29 لقيام الجمهورية اليمنية، وفي الحفل الذي حضرته قيادات مدنية وعسكرية ألقى وكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي كلمة أشار فيها إلى دلالات الاحتفاء بهذه المناسبة، مؤكدا أن 22 من مايو قد أعاد الاعتبار للتاريخ اليمني، وأنه وفاء لتضحيات الحركة الوطنية التي ناضلت من أجل تحقيق آمال وطموحات اليمنيين. وجدد المخلافي التأكيد على ضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحرير ما تبقى من التراب الوطني ووضع حد لعبث ميليشيا الحوثي الانقلابية. كرمت جامعة تعز الأوائل من المبرزين بالمسابقة الرمضانية للقرآن الكريم والإنشاد الديني والأذان في نسختها 15، وتنافس على هذه المراكز أكثر من 400 مشارك ضمن تصفية في مجالات حفظ القرآن الكريم من طلبة الجامعة والمؤسسات والجمعيات ومدارس تحفيظ القرآن بالمحافظة، إضافة إلى مبدعين في الإنشاد الديني والأذان. الحمد لله كان حصولي على المركز الأول فرح كبير، وكانت المنافسة قوية شديدة بين أكثر من 400 طالب وطالبة، وكان التصفيات بين كلية التربية وكلية الإدارة وكلية الهندسة وكلية الحقوق، والحمد لله حصلت على المركز الأول. تتواصل بجامعة تعز منافسات البطولة الرمضانية لكرة القدم في نسختها 31، وصعد في هذا الإطار فريقا كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز وجامعة الحكمة إلى المربع الذهبي بعد مبارتين متتاليتين جرت على ملعب الشهيد موفق الشميري داخل حرم الجامعة. جاء ذلك الصعود إثر فوز العلوم الإدارية بركلة الترجيح على فريق جامعة العطاء وتغلب فريق جامعة الحكمة بسداسية مقابل هدف على فريق كلية الآداب بجامعة تعز. مشاهدينا، تنظر المرأة في تعز لنفسها بأنها شريك فاعل للرجل، ولذا فهي لم تتخلى يوما عن مسؤوليتها وتحملت باكرا هم الكفاح في مواجهة ظروف المعيشة الناتجة عن حرب الميليشيا على تعز، مستفيدة من برامج تدريبية لتطوير مهاراتها وقدراتها لتقدم بذلك صورة مشرقة في هذا الجانب. هي المرأة في تعز وقد خرجت عن صمتها إلى عالم من التجليات والإبهار وفي مجال الإبداع والحرفية. الصورة من صمود أسطوري تبديه بنت تعز في مواجهة ظروف المعيشة وحصار الميليشيا للمدينة والمحافظة معا. الظروف المعيشية هي الذي أجبرت الشخص على هذه الحاجات إن تخرج وتسعى، عشان تعتمد على نفسها، ما تقيس كله على الأهل على الأهل على الأهل، احنا عشان نساعدهم حتى قليل. أتيت هنا المعرض لأعرض منتجاتي من بخور عطور روائح عطرية
تم تأهيلي من خلال دورات أقيمت هنا. فجيت عشان الظروف وكذا أعتمد على نفسي أسوق ومنه أتعلم عشان أبيع بضاعتي. في هذا المعرض الذي يعد الأول للتسوق في تعز، أظهرت فيه نحو 90 متميزة مهاراتهن وقدراتهن الفريدة، وذلك بعد أن تم ترشيحهن من بين 700 مشاركة استهدفهن برنامج النقد مقابل العمل الذي ينفذه الصندوق الاجتماعي بتعز. مهرجان حظي بإقبال جماهيري كبير، وشهد عرضاً تنافسياً للمنتوجات التي عكست مدى إبداع المرأة في هذه المحافظة، وعزز روح الفخر والانتماء عند الجميع تجاه كل ما هو محلي. معنا احنا 6 اقسام للمعرض اكسسوارات، معنا احنا اشغال يدويه باخذ منتجات عطريه، معنا تدبير منزلي، رسم على الزجاج، على الاقلاص، على القماش بشكل عام. صمدت المراه رغم كل شيء، ما فيش اشغال، ما فيش اي حاجه، يعني تعز منكوبه من كل شيء، الا ان المراه استطاعت رفع المستوى. يعني اول معرض تسويق يقام في تعز، الكل ما شاء الله عليه قال تمام. يقول القائمون على المعرض إن دورات تدريبية سبقت المهرجان لغرض تحسين المنتج وتحفيز المرأة التعزية من خلال تشجيع خروج أعمالها إلى الأسواق بهدف الكسب وتحسين وضعها المعيشي، رؤية يربط الكثير نجاحها بمدى قدرة المشاريع التنموية التي ينفذها الصندوق الاجتماعي بتعز على توسيع قاعدة المشاركة وشمولية الاستهداف لأكبر عدد ممكن من النساء. مطالب يعني من جميع الجهات، سواء الصندوق الاجتماعي او اي جهه داعمه لها اليد او قادره ان تدعم المراه اليمنيه في تطوير مجالاتها او عمل اسواق لعرض المنتج. ولنقترب أكثر من أنشطة الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة تعز وبرنامج النقد مقابل العمل الذي ينفذه الصندوق، معنا ياسمين الذبحاني ضابطة مشاريع في الصندوق الاجتماعي. أهلا بك معنا. أهلا بكم. مطالبات عديدة من قبل المشاركات في المعرض التسويقي الأول، المستفيدات من برنامج النقد مقابل العمل بضرورة توسيع نطاق البرنامج واستهداف وضم أكبر عدد ممكن من المستفيدات، ما الذي يمنعكم من القيام بذلك؟ طبعا أولا أهنيكم بقدوم شهر رمضان، رمضان كريم على الجميع وعلى اليمن. بما يخص المعرض، طبعا البرنامج استهدف 750 مستفيدة من مديريات المدينة، تم تدريبهن على عدد من المهارات. بلغ عدد المشاركات في المعرض 90 مستفيدة، وتم اختيارهن أولا بحسب رغبتهن الشخصية في الحضور والمشاركة في المعرض. المستوى الثاني تم تعيين مشرفة على تقييم جودة إنتاجهن من خلال ما تعلمناه أثناء أيام التدريب. طبعا شاركن في اليوم الأول 60 مشاركة، 30 مشاركة انضموا في اليوم الثاني والثالث. طبعا المعرض هو أول تجربة نوعية للصندوق الاجتماعي في جميع الفروع ينفذه برنامج النقد مقابل العمل فرع تعز، وهذه كانت لنا أول تجربة، لكن إن شاء الله بنستفيد منها في إقامة معارض لاحقة. يعني هل ترين أن اختيار 90 مشاركة فقط من أصل 700 مشاركة كما ذكرتي للمشاركة في هذا المعرض نسبة محدودة، هل صعوبات واجهتكم أم أن الأمر يعود لأسباب أخرى؟ طبعا في عدد كبير من النساء اللي تم تدريبهن أميات، واجهنا صعوبات كبيرة أثناء التدريب. أيضا احنا عملنا إعلانات وتم التواصل مع مجموعة كبيرة منهن، اللي تم التواصل معهن كان لها الرغبة في المشاركة، كان عدد تقريباً 120 أو 130 مشاركة، ثم قمنا بعملية الفرز حسب جودة المنتجات التي قمنا هم بتصنيعها، فوصل العدد إلى 90 مشاركة وهم اللي شاركوا في المعرض. هناك معارض قادمة كما ذكرتي؟ إن شاء الله. أوكي. ممكن بعد مدة؟ هل يمكن تحديد مدة معينة؟
مش محددة لحد الآن. الأمر مفتوح يعني. طيب، هدف المعرض هو إبراز قدرات المرأة التعزية وتحفيزها من خلال إخراج أعمالها ودفعها للانخراط في سوق العمل. كيف تجدين واقع المرأة في تعز وأيضا نضال المرأة في تعز وقدرتها على العمل في ضوء مخرجات هذا المعرض؟ طبعا أغلب المستفيدات اللي تم تدريبهن أول مرة بيحصلوا على هذا النوع من التدريب. كنا في الأغلب نساء غير منتجات كما قالوا، يعني في البعض بيقول نحن أول مرة نساهم في صناعة أشياء بسيطة، يعني تعلمنا موضوع الاكتفاء الذاتي، يعني ممكن أستفيد لي لأسرتي ولأولادي ولأهلي. الأغلب كان مبهور بالإنتاج اللي حققه، يعني أنا ممكن ما كنتش عارفة أنني ممكن أوصل للمستوى هذا وأبدأ أنتج هذه الأشياء وأوفر جهد ووقت ومال. كثير من المستفيدات أيضا ساهمن في توفير مصادر الدخل لهن ولأسرهن، خاصة في ظروف الحرب الراهنة وعدم توفر أو قلة توفر فرص العمل لأرباب الأسر، فأصبحت المرأة هي الأكثر اعتمادا عليها في توفير متطلبات الأسر. بالنسبة للمجالات التي ركز عليها المعرض، طبعا شاركنا في عدة مجالات تم التدريب عليها، وهي البخور والروائح العطرية، صناعة الإكسسوارات، الخياطة، المأكولات، الأشغال اليدوية. هل هناك مشاركة للمرأة الريفية في المعرض؟ طبعا المعرض اقتصر على مستفيدات من مشاريع نقد مقابل العمل داخل مدينة تعز في مديريتها الثلاث، لكن نحن بنقوم بنفس التدريب في المشاريع في الريف، ويقام معارض على مستوى المناطق نفسها. هناك من يرى بأن المرأة من خلال هذا المعرض بأن المرأة في تعز أثبتت قدرتها على مواجهة الظروف المعيشية من جهة، وتحدي واقع الحرب من جهة أخرى، والحصار المستمر الذي لا زال على مدينة تعز. ما تعليقك على ذلك؟ طبعا نساء كثيرة سواء من اللي تم تدريبهم معنا في البرنامج فتحوا مشاريع خاصة بهم، كثير استأجروا محلات أو بساطات في مراكز تجارية في داخل المدينة وبدأوا بمشاريع صغيرة، وهذه الهدف من التدريب بحد ذاته، إن إحنا نخلي هذول النساء نساء منتجات وأصحاب مشاريع صغيرة بحيث يحققن استفادة أكبر لهم. هل تطلعين أستاذة ياسمين على الخطط المستقبلية للصندوق في إطار تفعيل دور المرأة وزيادة إنتاجها، خصوصا في ظل التدهور الاقتصادي الحاد الذي يعاني منه البلد عموما وتعز على وجه الخصوص؟ طبعا نحن الآن مكرسين خططنا القادمة إن شاء الله في تدريبات في مجالات جديدة ولا زالت تحت الدراسة. هل لك من رسالة تقولينها للمرأة التي تعاني في ظل هذه الظروف الحرب ولا تجد إمكانيات لأن تعول أسرتها مثلا وتوفر لقمة العيش لأبنائها في ظل هذه الظروف يعني الصعبة؟ طبعا المرأة هي عنصر مهم في بناء أي مجتمع، ويقع عليها عاتق كبير في بناء أي مجتمع. المرأة اليمنية أثبتت عبر كل العصور أنها امرأة قادرة وامرأة متمكنة، لكن هناك بعض الظروف التي تحبط من قدراتها، ونحن في الصندوق الاجتماعي نعمل على إزالة هذه العوائق وإظهار المرأة في قوة أكثر. رسالتي موجهة إلى كل النساء أن يستفيدن من كل ما هو متاح لديهن سواء في الصندوق أو خارجه أو أي مؤسسات أخرى. أيضا أوجه رسالة إلى كل التجار وكل المنظمات بدعم وتشجيع الإنتاج المحلي، لأنه أغلب المشاكل اللي بتواجه النساء المنتجات هي مشكلة التسويق، تسويق المنتجات. لذا إحنا في المعرض وجهنا دعوة كبيرة لعدد كبير من التجار داخل المدينة بحيث يتطلعوا إلى المنتجات الموجودة داخل المعرض أو يستفيدوا من المنتجات المحلية الموجودة ويقوموا بدعم هذه الأسر. كيف وجدتم أصداء المعرض التسويقي؟ هل هناك تقبل وإشادة بالأعمال التي أبرزها هذا المعرض للمرأة في تعز؟ أكيد، وذلك لمسناه من خلال إقبال الناس المتزايد يوما عن يوم
طبعا المعرض استمر لمدة 3 أيام وكان الإقبال كثيف في اليوم الثاني واليوم الثالث على التوالي. أيضا على المستوى الشخصي نسمع آراء الناس اللي شاركوا في المعرض، المنتجات متميزة، منتجات جديدة غير متوفرة بعضها في السوق بشكل ملحوظ. أغلب المشاركات في المعرض لاحظنا الفرحة في عيونهن يعني وهم بيبيعوا المنتجات حقهم، وكما قالت إحدى المشاركات الأول مرة يعني أقدر أشتغل وأمسك فلوس بيدي يعني وأصبح صاحبة رأس مال. يعني المعرض عزز ثقة المرأة بنفسها أكيد أكثر أكيد من أكيد كونها وفر لها فرصة عمل. أكيد. بالنسبة للأسر المستهدفة، هل هي أسر فاقدة لمعيلها أم ما طبيعة هذه الأسر التي تستهدفونها أنتم بدرجة أساسية؟ البرنامج تم استهداف الأسر في مديريات المدينة القاهرة والمظفر وصالة في العام 2016 لمواجهة أزمة الحرب وانقطاع الرواتب وهذه الفترة. طبعا احنا من احد مكونات المشاريع في التدريب على رأس العمل، وكان مجال تدريب المهارات الحياتية ضمن هذا المجال. قمنا بالتدريب في نهاية 2018 وحتى 2019 في تدريب النساء على هذه المهارات بحيث انها تعمل على رفد هذه الأسر بشكل قوي. هل هناك تطمحون إلى زيادة أعداد المستهدفات من برنامج النقد؟ أكيد أكيد، وإحنا مستمرين في تسجيل كل النساء الراغبات في الحصول على التدريب. إذا تحدثنا عن الصعوبات تواجهكم أنتم كمنسقة لهذه المشاريع في تعز، ممكن تجملين لنا هذه الصعوبات؟ الصعوبات بسيطة وقادرين إن إحنا إن شاء الله نتجاوزها، لكن أعتقد العائق الأكبر أمامنا إنه أغلب النساء اللي بيتسجلوا معنا أميات، وهذه الفئة يصعب التعامل معها، لكن وضعنا لها معالجات بأن إحنا ندرب أي أحد داخل الأسرة يكون متعلم بحيث إنه يسهل عليه الأمور التدريب والتعلم. بخصوص الدعم، من أين تتلقون الدعم؟ طبعاً منظمات خارجية. هل الحكومة أو الجهات الرسمية اليمنية دور في دعم؟ سابقاً كان في دعم من الحكومة، لكن في الظروف الراهنة توقف الدعم. يتوقف على الجهات أو المنظمات الخارجية؟ لا، الآن في المنظمات الخارجية، الجهات الخارجية، لكن الجهات المحلية والحكومة توقف. كيف تجدون هذا الدعم؟ هل هو عند مستوى التطلعات؟ طبعاً الدعم كان في السابق من الحكومة ومن الجهات الخارجية، لكن بسبب الظروف الراهنة أصبح مقتصر على الجهات الخارجية. طبعاً كل المشاريع الآن موجهة نحو الاستجابة الطارئة للمشاريع، توقفت بعض المشاريع بسبب الحرب والأوضاع في البلد. الأستاذة ياسمين الذبحاني ضابطة مشاريع في الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة تعز، شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء. شكراً لكم جزيلاً. مرحباً بكم من جديد. من منا لا يقرأ عن ذي عدينة وتاريخها، وهي المدينة التي تعتبر متحفاً مفتوحاً بالنظر إلى ما تزخر به من كنوز أثرية وتاريخية. في هذه الفقرة سنتوقف وإياكم عند جامع الأشرفية، أحد أهم المعالم الدينية والتاريخية، حيث يعد تحفة أثرية غاية في التصميم والإبهار. شوقاً كان الوصل وقد هفت إليه القلوب قبل العقول، هو المقصد مذ بدأت الرحلة للتجوال والتعرف على ما تزخر به تعز من مكنونات أثرية تعد اليوم شواهد حية على تاريخ هذه المدينة واحتضانها لعديد من صروح العلم والعبادة. بمئذنتين سامقتين يهتدي الزائر إلى جامع الأشرفية الواقع جنوب مدينة تعز، والذي يعتبر واحداً من أهم المعالم الأثرية والدينية في هذه المحافظة. تتحدث المصادر عن أن تاريخ مسجد ومدرسة الأشرفية يعود إلى عهد الدولة الرسولية التي اشتهر ملوكها بتشييد الصروح الدينية والاهتمام بالعلوم الدينية. مبنى مدرسة وجامع الأشرفية يعود بناؤه
للملك الأشرف، الأشرف إسماعيل ابن الأفضل العباس ابن علي ابن داود ابن علي ابن يوسف ابن الرسول. طبعا تم استكمال البناء فيه سنة 803 هجرية. المسجد هو عبارة عن بيت للصلاة في المقدمة، ومدرسة في الخلف عبارة عن 4 فصول، ومأذنتان شامختان نادرتان بالنسبة لشكلها والمواد المستخدمة فيها. يفصل الجامع عن المسجد قبر الأفضل العباس والأشرف إسماعيل وأولاده. فالمسجد يبلغ طوله حوالي 25 متراً وعرضه 12 متراً، يزين بعقود متنوعة الأحجام والأشكال، كان لها على ما يبدو نصيب كبير من فرادة التصميم والهندسة. المبنى حقهم بشكل عام هو بني كله قضاض، لهذا تشوفوه لمنهم القضاض والياقور والحجر طال عمره، يعني زي ما تقول الذي انشأ تمام. تتوزع القباب التي تعد مكون رئيس في سطح المسجد في تنسيق بديع، وتشكل لوحة جميلة بالنظر إلى براعة التصميم وفرادة التشكيل والزخرفة. الزخرفة هذه ألوان نباتية قديمة جداً 640 سنة له، بس عملية تنظيف لما نظفوا صندوق التنمية بدون أي طلاب بدون أي تجديد تدخل جديد. الزخارف والنقوش كانت مدفونة تماماً. جاء الإيطاليون وقاموا بإزالة هذه النقوش من خلال عمل دورات تدريبية لفريق متخصص في هذا المجال، وقاموا بإزالة هذه النورة وإظهار النقوش على ما هي عليه. استطاع المسجد الصمود في وجه الزمن الممتد منذ ما يزيد عن 700 عام، والسر في ذلك يبديه العارفون. استخدمت في عملية بناء المسجد والمدرسة إمكانية بشرية ومادية ضخمة جدا. نلاحظ أن المسجد بني من الأحجار وبني أيضا من مادة الياقور، واستخدمت فيهما الطين، واستخدمت أيضا مادة القضاض. مادة القضاض هذه طبعا هي تقاوم عوامل التعرية لمدى آلاف السنين. يعد الدارسون في التاريخ الإسلامي مسجد ومدرسة الأشرفية ثروة كبيرة نظراً لما يحويه المسجد من الزخارف والفنون المعمارية الإسلامية. يقع بجوار المسجد قبور السلطان الأشرف وأبنائه من ملوك دولة بني رسول، ولعل دفنهم بجوار هذا المعلم تكريماً لهم وتقديراً لأدوارهم في تشييد هذه الصروح الدينية والتنويرية. من جديد، ثمة أشخاص ينذرون أنفسهم لأعمال الخير ومساندة مشاريع الإحسان من تعز التي تواجه ثلاثية الحرب والحصار والظما. نتعرف على قصة رجل أوكل إليه القيام على مشروع إنساني كبير لتوزيع المياه لجميع أحياء المدينة، تابعونا. لم تمنعه حرارة الشمس في أجواء صيف قيض من أداء عمله الإنساني المستمر منذ 4 سنوات ولا يزال. عصام هائل الفقيه أحد أبناء مدينة تعز، وقد نذر نفسه في خدمة مشروع سقي الماء لمختلف أحياء المدينة. في كل مرة تصل فيه صهاريج المياه التي تخصصها كبرى البيوت التجارية في اليمن إلى أحياء المدينة، يقف الرجل متعهداً على ضمان وصول المياه النظيفة إلى جميع قاطني المنازل وتوزيعها وفق حصص متساوية. نحن في إطار هذه المدينة
نعرف بأن المدينة بشكل عام يعني إحنا نغطي كل مربعات المدينة ب 800,000 لتر تقديرا يوميا. فهذه يعني المدينة يعني كل ما أشد الأزمة وكل ما نحن نضيف الكمية والكمية مضافة لمناطق الجديدة أو مناطق التي لا ليس معتمدة لدينا نقوم باعتمادها. حقيقة المشروع مشروع ضخما ومشروع عملاقا تقدمه مجموعة حي سعد العام منذ قرابة الخمس سنوات أو أربع والنصف من بداية اندلاع الحرب في اليمن. يقول الرجل إن المشروع سقي الماء جاء بدافع إنساني منذ أربع سنوات وتحديداً مع اندلاع الحرب على تعز، والهدف منه مواجهة أزمة المياه المتفاقمة في هذه المحافظة وتأمين حياة المواطن باعتبار أن الماء هو أساس الحياة. الأزمة الحالية التي فوقمت في هذه المرحلة بعدم وجود الأمطار وعدم وجود شبكة المياه للدولة يعني تفاقمت الأزمة وأصبح الوائط المي ب20,000 ريال يشتروا المواطن، لكن نحن نخفف من تلك هذه الأزمة. هذه المرأة وقد حصلت على ماء نظيف كغيرها من الأسر في حارة المسبح لم تستطع أن تخفي ما يجول بخاطرها لتعبر عن امتنانها للداعمين والمشرفين على مشروع سقي الماء. المواطن يستفيد، الصغير والكبير يستفيد، والناس بالحاجة للماء، وأهم حاجة عندنا الماء مش حاجة ثانية، عادوا حاجة ثانية تقدر نشتري النص الربع الزفة ب5,000. يحمل أرباب الأسر وممن يستفيدون من هذا المشروع الخيري كثيرا من التقدير والاحترام لعصام، الذين يقولون أنهم يعرفونه جيدا من خلال حضوره الدائم وإشرافه على توزيع المياه في أحياء المدينة التي تواجه أزمة حادة لا سيما في مواسم انقطاع الأمطار. بالنسبة للماء أكثر ما يستفيد منه هم الناس الذين إيش ليس عندهم دخل ومحتاجين للماء ولا يستطيعون إيش أن يشتروا الوايتات الماء، فهذه الشريعة هي الذي إيش أكثر استفادة من هذا الماء. المشاريع مليحنا خيرية إن شاء الله نستفيد منها كثير، ونشكر اللي هم قائمين على المشروع. ويعد تواصل هذا العطاء المتمثل بمشروع سقي الماء في مثل هذه الظروف بتعز تجسيداً لمبدأ روح التكافل الاجتماعي وبصمة على نجاح مشاريع الخير التي تروي ضماء سكان مدينة تكابد الحرب والعطش في آن. مشاهدينا بهذه القصة نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حتى الملتقى نترككم في رعاية الله وحفظه.